السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا ثلاث صنابير لربح العملات الرقمية. طبعا اصدقائي هاي الصنابير الثلاثة بتدفع بشكل فوري ومباشر بدون حائدنا للسحب على المحفظة البسيطة بوست باي، وهذا شيء كثير كويس. طبعا اصدقائي الصنبور الاول لربح عملة الدوج كوين بيعطيني حوالي 200,000 ساتوشي من هاي العملة، الصنبور الثاني لربح عملة الزيكاش بيعطيني حوالي 400 ساتوشي من هاي العملة، الصنبور الثالث لربح عملة الاثيريوم بيعطيني تقريبا 18 ساتوشي من عملة الاثيريوم. طبعا اصدقائي هي الصنابير الثلاثه كلها تابعه لشركه اروبل او موقع كان اسمه اروبل. طبعا انقسم لهي الصنابير ومجموعه غيرها من الصنابير، كمان راح احط لكم اياها بصندوق الوصف، كلها ممكن تكسبوا منها بشكل متشابه. بتختلف عندكم الايثيريوم، كمان بتختلف شوي البيتكوين كاش بطريقه المطالبه. طبعا راح نحكي عن هذا الموضوع طبعا خلال هذا الفيديو. طيب ننتقل للصنبور الاول اللي هو ربح عملة الدوج كوين. اول شيء الموقع بيقول لك جيب محفظتك الدوج كوين حصريا من الفوست باي، ريكوايرز ا فوست باي اكاونت، تمام؟ فبنتقل للفوست باي، بروح على كلمه ديبوزايت بجيب عنوان محفظتي الدوج كوين، تمام؟ باخذ كوبي هيك، تمام اصدقائي، بضغط عليه باخذ كوبي كوبت النسخ، برجع للموقع، طبعا بحط العنوان هون بهي الخانه، تمام اصدقائي، طبعا وبنزل لتحت هيك على كلمه لوجن بضغط عليها. طبعا اصدقائي الموقع بشكل تلقائي بيعطيني حوالي 200,000 ساتوشي عملة الدوج كوين. اذا بدي حل الرابط الاول باخذ 500,000 ساتوشي زيادة، اذا بدي حل الرابط الثاني بصير باخذ 1.5 مليون ساتوشي من عملة الدوج كوين، تمام؟ لكن انا راح اشتغل بشكل فري مشان السرعة. انت يا اخي الكريم فيك تحل الروابط وتكسب بشكل افضل، لكن انا راح اختار يعني السريع اللي هو المطالبة السريعة. بروح بعد على كلمة كونتينيو، تمام؟ بيعطيني هون كاباتشا، بحل الكاباتشا هاي بالمتري او يعني شجرة النخيل بختارها هيك، تمام؟ بعدين بحل الانتي بود، شايفين اصدقائي اول كلمة هي جيراف بختارها بالشكل الصحيح، هاي جيراف. طبعا ثاني كلمة هي تايجر، ثالث كلمة هي اوسترش او نعامي، طبعا رابع كلمة هي هيبو. طبعا بروح بعد على كلمة فيريفاي، راح يدفع لي الموقع بشكل فوري ومباشر على المحفظة الوسيطة فوست باي، يعني حوالي 200,000 ساتوشي تقريبا من عملة الدوج كوين، بتمنى 207,000 ساتوشي من عملة الدوج كوين. طبعا انا اذا انتقلت للمحفظة الوسيطة فوست باي وحدثت صفحة الدفعات، تمام اصدقائي، طبعا راح شاهد الدفعة بس بنتظر التحميل. طبعا هاي 207,000 تقريبا ساتوشي من عملة الدوج كوين. هذا هو الموقع اسمه اي كريبتو او اروبل كريبتو، تمام، 3 اغسطس 2021. اصدقائي الموقع الثاني اللي ربح عملة الزيكاش، فانا بروح على كلمة ديبوزايت بجيب عنوان محفظتي الزيكاش، تمام، ببحث عنها، راح تكون تحت الزيكاش، شايفين اصدقائي، بضغط عليها هيك، باخذ كوبت نسخ، برجع للموقع. طبعا دائما بس يكون في عندي صنبور وانا فاتح الصفحه اكثر من 5 دقائق بحدث الصفحه، يفضل اني احدثها مشان ما يصير معي مشاكل بالمطالبه. طبعا بحط العنوان هون او الادرس هون، بروح على كلمه لوجن. طبعا نفس الشيء مثل ما قلنا هو بيعطي بشكل طبيعي حوالي 400 ساتوشي، طبعا فيني اضيف لهم 900 ساتوشي اذا انا حليت هذا الرابط الاول، وباخذ هون يعني 27,000 ساتوشي، مبلغ منيح. طبعا هون بصير في عرض لازم قوم بهذا العرض، طبعا اخي الكريم انت حر اذا بتقوم بهي الشغلات رح تكسب بشكل كويس. طبعا انا رح استخدم هي الطرق لحتى اقوم فيها يعني بسرعه، يعني كونتينيو فورا رح اقوم بالمطالبه السريعه. طبعا بحل الكباتشا بايسيكل، تمام، ما في بايسيكل هون، فاير هايدرايد، تمام اصدقائي. طبعا هون بعدين بحل هي بوب كورن، طبعا هي ثاني وحده كب كيك، تمام، هي كب كيك، طبعا هن شوي بيشوهوا بالكلمه. طبعا بريد، هي بريد، وهي اخر كلمه هي ساندويش. طبعا فيريفاي راح يدفع لي الموقع بشكل فوري ومباشر على المحفظه الوسيطه فوست باي، اعطاني 384 ساتوشي تقريبا من عملة الزيكاش. طبعا اذا رحت على الفوست باي وحدثت صفحه الدفعات راح اشاهد الدفعه، تمام اصدقائي، بنتظر التحميل فقط. طبعا هاي 384 ساتوشي من عملة الزيكاش نورمال بيمنت 3 اغسطس 2021، هذا هو الموقع اروبل كريبتو، تمام. طبعا الموقع الثالث اللي ربح عملة الاثيريوم، فانا بالنسبه للاثيريوم طبعا الفوست باي هي خاليه من الاثيريوم اخي الكريم. طبعا انا راح يطلع لك هلا فيديو او مثلا بطاقه فيديو بتشرح لك كيف تضيف محفظه اثيريوم الى الفوست باي. طبعا او بشكل عام انت بتكون موجوده معك مثلا بتراست وولت او باتوميك وولت او اي محفظه نظاميه، بتروح على كلمه لينكد ادرس، تمام اخي الكريم، بتحط عنوان ايثيريوم هون، بتختار اسمه وتسميه ايثيريوم، كمان بتختار هون لازم تختار ايثيريوم، بتعمل لينك، تمام. طبعا بعدين بتاخذ العنوان، طبعا انا ضايف مجموعه كبيره من عناوين ايثيريوم، طبعا هذا العنوان الخاص فيه ما استخدمه مع هذا الموقع مثلا، باخذه كوبي، شايفين اصدقائي ايثيريوم انا ضايفه بشكل عادي. طبعا بنتقل على الموقع الثالث، بحدث الصفحه مثل ما قلنا بشكل دائم، طبعا بحط العنوان هون، تمام، بروح بعدها على كلمه لوجن،
مثل ما قلنا الموقع راح يعطيني حوالي 16 او 18 ساتوشي من عملة الاثيريوم. اذا قمت بهذا الرابط المختصر باخذ 40 ساتوشي زيادة، اذا قمت بهذا العرض باخذ 1200 ساتوشي، وهذا مبلغ منيح ما انه سيء ابدا. بعدين بروح على كلمة كونتينيو. تمام اصدقائي، طبعا راح حل هون الكاباتشا. طبعا اول كلمة هون كمان بالانتي بوت هي وايت بختارها. تمام اصدقائي، الكلمة الثانية هي سيلفر، الكلمة الثالثة هي براون. تمام اصدقائي، الكلمة الرابعة هي يلو، بضغط عليهم هيك، بروح بعدها على كلمة فيريفاي. مثل ما كنا ملاحظين اعطاني 17 ساتوشي من عملة الاثيريوم راحوا على المحفظة الوسيط او فوسيت باي. طبعا اذا رجعت على الفوسيت باي انا وحدثت صفحة الدفعات، تمام اصدقائي، راح شاهد الدفعة اللي هي 17 ساتوشي من عملة الاثيريوم. طبعا هي مجرد مطالبة بسيطة، مثل ما قلنا كان فينا نقوم بالرابط مختصر نزيد الربح، ونقوم بالعرض كمان نزيد الربح بشكل افضل. هاي النورمال بيمنت 3 اوغست اب 2021، هذا الموقع اسمه اروبل كريبتو. تمام اصدقائي، طبعا البيتكوين كاش وضعه مشابه للايثيريوم، لازم تضيف لينكد ادرس لحتى تقدر تسحب من هاي النوعيه من المواقع او من الصنابير بشكل عام على المحفظه الوسيطه فوسيت باي. طبعا اصدقائي، انا راح احط لكم بصندوق الوصف رابط بياخذكم على المدونه. طبعا هذا الرابط بيفتح لك صفحه فيها مجموعه كبيره من الصنابير التابعه لشركه اروبل، ممكن تستفاد منها بشكل كثير كبير. كمان راح احط لكم رابط ثاني بيحلق على صفحه ثانيه فيها اكثر من 40 صنبور بيدفعوا بشكل كويس ومميز جدا على المحفظه الوسيطه فوسيت باي بعملات رقميه متعدده مثل بيتكوين، لايتكوين، ايثيريوم، دوج كوين، دي جي بايت، ترون، فيورا وغيرها وغيرها. تعرفني لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.